من النوم تلقاك تسمع بإذن والثانية لا. هذا اللي حاصل الآن، في صيانة هنا. يعني لو يجي من هنا أسد ما دريت عنه. ألو ألو ألو، ما أسمع. هذا اللي الإذن الخربانة، مش سمعت الجوال. مساء الخير. الله لا يسلب منا صحتنا يا رب. والآن بقطع الشارع، لازم أطالع. قسما بالله إني ما أكذب، والله السمع هنا صفر. لأن لو ما طالعت ممكن في سيارة جاية يدق بوري أنا ما أسمعه. سلم على الشاهد اللي معك. رايح مستوصف أشوف، أشوف لي حل. من الله من اللي حل. ول يا الجو ما شاء الله تبارك. جماعة قبل يمكن تقريبا نص ساعة داخل بيت ما في غيوم. ما شاء الله تبارك الله. حتى شوفوا الجو صحو من هنا. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيب النافع. مطر يا جماعة الخير، مطر. تغرقت اقسم بالله اني تغرقت. هوه يا الجو، شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة قسم بالله قبل شوي الجو صحو. ما شاء الله تبارك الله. الله هو الجو يا كريم، يا كريم الوجه من رحمتك لا تحرمنا. رحمتك حتى الغني ما لها غناة منها. شاء الله. شوفون الجو، هذه الأجواء اللي ترد الروح. قال إيش؟ قال سافر 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 مزرعتنا. يا الله أشهد بالله يا المطر إنه يجدد النفسية ويغير النفسية ويغير كل شيء سيء في هذه الحياة. الله شوف شوف المنظر من هنا، انه يوفق كل من يشوفها السنابة، وانه يصب عليك الرزق صبا صبا، وانه يفرحك ويجبر بخاطرك. اللهم امين. كنت حشب انه يا مرحبا يا ابو الحليم، مبارك لك افتتاح هذا الكرنفال العالمي الله الذي ان شاء الله سوف يكون متقدم وسوف يكون براند ان شاء الله. يستاهل هذا الغضب والشرف. يستاهل. حياك الله. ابقاك الله. ها بسم الله. الله يمسيكم بالخير والرضا والعافيه، وصلوا على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باذن الله ان متوجهين الى افتتاح مسرى اللي بيسرينا ان شاء الله. الله يوفقك يا ابو الحليم، يا ابني بيتك الله يرزقك ان شاء الله. ارحب ابو سلطان، يلا حي. هلا هلا. ارحب بنادر، صح النوم. بندر مشينا. اوف في الاشغال. الله يوفقك يا ابو رحيم ان شاء الله، متوجهين له باذن الله. الشباب مجتمعين هنا ما شاء الله. هنا محل احمد ما شاء الله، الحضور الله يبارك له ويزيده ويرزقه ما شاء الله تبارك الرحمن. والله اللي يستاهل ابو رحيم.
ارحب يا هلا يلا حي عشان تشوف ترى اول ما خشيت ترسيمه غير ذي اخي اسم ذي يعني انا احلى لا والحين على شكل كذا فكينا القرابين شفنا واحدة عشان ويش شغل اي من اليوم بسوي وش الشغل وش امشي اسلم بسوي الساعه والله مبروك الله يبارك في ايامك يا هلا يا مرحبا ما حصلت لكم ختام بيها لسه لا إيه تعال اختم 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 خلاص ما اختم والسلام عليكم ارحب يا ابو رحي ارحب ذمتي يلا حي الله يبيك الله يجعله مبروك لا يهينكم الله يطول علمكم طيب عليك وانتم طيبين ما يبغى يتن عليك الله يطول بعمرك اي والله الله يزيدك واسع فضلك امين يجعله مبروك امين عقبال ان شاء الله 100 فرح باذن الله الله يوفقنا باذن الله ويشوفنا باذن الله ارحب ارحب مليون يلا حي يا مرحبا الساعه المبروكه البركه والله شوف انا طيبين لك جدا قبل ولا بعد قبل وبعد والان والله نقوله وانا صادق الله يطول عمرك ويبارك فيك وابرك ساعه يوم قابلتك الله يطول وانت تعرف محبتي لك من قبل الله يحفظك العادبه الله يحفظك والله اني صادق يرحم والديك يا الربع سناب محمد اليابسي معي اليوم باخذ لقاء مع الاستاذ حياك الله يا ابو حياك وازع كذا هذا شو صحتك صحتك طيب معك شخصيا يا كابتن سام معك ماجد شخصيا وش اسوي لك شوف هذا وش علي الحرام علي الحرام شوف وجهه شوف وجهه علي الحرام ما في اسمع 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 كنت بحط سناب يا جماعه تعال تعال اسمع اسمع هذا سناب علي الحرام اللي مديت على خالد علي الحرام اللي ياخذ من عقل هذا مطرقي وجهي لا 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 ما طلعت ما طلعت والله ما طلعت رجال لا 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 ما طلعت رجال الا ابو نادر يا ولد انت معاه الا ابو نادر الله ينفعك ابو نادر الله ينفع لا لا خلاص ان الافضل الحمد لله بيض الله وجهك يلموني في عتابه شاسك غلط الحمد لله والحمد ربك انك ما تابعت لا لا ليه ليه اقول علي الحرام انك تعرف علي حرام انك تعرف الرأي يجي بيض الله وجهك يا ابو رحي اكرمك الله يا شيخ فما الله الله يكثر خيركم ويرحم والدينكم وصلت الهدية الله يرحم والدينكم وبيض وجيهكم قهوة هذه قهوة بث الليلة وقهوة الاكتساح وقهوة التبات بجاكو ألو في أمعك الله يبيض وجيهكم كلمة الاكتساح بفضحتك يا حمار ها؟ كلمة الاكتساح بفضحتك ليه أنا مكتسح دائم الهدية جايتني يا جماعة وسرقها هو سرقني لا جايت كانت ولا هو هات الهدية برني هي لبو نادر عاد هذه الهدايا هذه الهدايا الصحيح والله هذه الهدايا اللي تتصور هذه الهدايا اللي تفتح النفس السلام عليك بس انها جتني لي ترى ما ادري وش بس الهديه لي الهديه طبعا وش خاص انت قاسمها يا سك يا الله وجهك صب لكل واحد شوي شوي كل واحد ياخذ قرطوع يلا قرطوع يعني جغمه قهوه جغمه انا قهوه كذا كل واحد له جغمه خلاص فك فك ايوه هذه قهوه هذا بلش ايوه اجل وش صب صب غسلني غسلني صب لي صب لي بلدي راس براس صب لي ما تصب لي حلوه قهوه سوداء اي قهوه سوداء ما يشربها بس بس بس, بس. هذه وش هي القهوه دي هذا يكون فيها سحر بسم الله والله يستر كركادو لا لا كركادو وين كركادو والله انا اسمي كذا كورتادو كورتادو اسعد الله مساك بكل خير يا وجه الخير شلون صحتكم ربكم طيبين طبعا الحين طالعين من القناه عرفت شلون ان شاء الله يعني 20 دقيقه ان شاء الله بالضبط واكون ان شاء الله في القناه وانت شعلوم شلون صحتكم ربكم طيبين ها بشرى ساكن طلبتكم مرة تسلم عيال ايش فيكم ايش فيكم لا لا تكلم في ذمتك وش كنت تقول علمنا والله لعلمك لا لا عندك تكلم بيجي بيجي ابو حسن بيجي 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 الموضوع استعد تكلم ابو حسن الموضوع خلطت واحد من عطولاتك لا مو خلطت تسالوني وين فصلت ثيابي صح انت مو الخياط تخيل بالله شايف ثوبك انت ترى يجي على في ذمتك انت لو تجري من القلاب ذا طرت طيب طيب دقيقه دقيقه مضاف الله يجعلها في ذمتك يوم تعرض على ربك حافٍ عاري شفت وش كانوا يسولفون عنه وش كانوا يقولوا لي في ذمتك في ذمتي اي سمعتني اي سمعت ابو صالح يقول اشغلت
اشغل خالد. اشغل خالد بوش يقول وين فصلت ثوب؟ وين فصلت ثوب؟ والرجال ايش قال؟ انا سامعه يقول وين معلق. لا 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 دخلت مع الباب وهم وين خياطك وين خياط من وين مفصل؟ انا قررت من هذا اليوم اني افتح خياط. والله يا عيال بفتح خياط ومره بشر والله بسعد ارسل لك الموقع كله بوك لنا اسبوع بس انا خلينا